ما من تقدم ما هو الاشكال وهو انه اذا كانت الش... اذا كانت الروايه لكي يعمل بها لا بد ان تكون لها موافق اذا هذا محصله الغاء دور الروايه لانه اذا نحن وجدنا الموافق لكتاب الله فما قيمه الروايه ما الحاجه الى الروايه؟ لا حاجه لنا الى الروايه لان هاي الروايه موافقها اين موجود؟ ها؟ موجود في كتاب الله و... و... وسندها ما الكتاب كتاب الله سنده ما هو؟ قطعي إذن يلزم الاشكال الذي ذكره سيدنا الشهيد قدس الله نفسه واشرنا اليه مرارا في تقرات بحثه في تقرات بحثه هناك قال بأنه لازمه أن مفادها عرفا الجزء السابع صفحة 319 تقرات سيد الهاشم أن مفادها عرفا في حكم إلغاء حجية خبر الواحد لأنه يوجد لها موافق الجواب لا لا يلزم ذلك أبدا عزاه لا يلزم ذلك لماذا لا يلزم للنكتة اللي أشرنا إليها قبل قليل أعزائي هذا القرآن التفتوا لي جيدا هذا القرآن مشتمل على ستة آلاف كسر آية هذا أولا وثانيا هذه الآيات الكثيرة جاءت على مدة ثلاثة وعشرين عام وثالثا أن فيها معارف جمة تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا تبصرون قد أنت جنابك ترجع إلى هذا الكتاب ولا تستطيع أن تجد ذلك الموافق وقعا لا تستطيع أن تجد ولو اشتغلت عليه عشرين عام ثلاثين عام أربعين عام لا تجد ماذا الشاهد الموافق ولكنه ياتي شخص اخبر منك واعلم منك بهذا الكتاب يقول انت نظرت الى الايه الكذائيه وجمعها مع الايه الكذائيه ماذا يخرج منها في قضيه ذيك المرأة اللي جاءت إلى الخليفة الثاني وأراد أن يرجمها لأنه وضعت الحمل لمدة ستة أشهر ماذا فعل أمير المؤمنين ها استند إلى ماذا قولوا معي إلى آيتين من القرآن قال هناك فصاله في عامين هناك كذا طلع أقل الحمل شقد سؤال مو 18 الف صحابي كانوا موجودين لو ما كانوا موجودين. القران بايديهم لو مو بايديهم، حافظين القران لو مو حافظين، قريبي العهد من رسول الله لو مو قريبي العهد، كلهم موجودين، اذا مو بالضروره اذا صار قريب العهد وحافظ القران وكذا يلتفت، فلهذا الامام سلام الله عليه بمجرد ان بين الجميع ماذا قال؟ قالوا احسنت احسنت يا امير المؤمنين احسنت يا امير المؤمنين ومو فقط هنا انتم انظروا الى تاريخ الائمه خصوصا الامام الصادق في ابحاثه مع ابي حنيفه، الامام الكاظم، الامام الرضا في كثير من احتجاجاته كانوا يستندون الى ماذا؟ الى القران الكريم، وعندما يبين الامام الجمع بين الايات يعترض احد او لا يعترض؟ سؤال اليسوا كانوا يدعون انهم علماء قران او لا يدعون؟ لا اصلا هم كاتبين تفاسير اكثر من عندي. ولكنه هناك النكات لا يمكن الوصول اليها الا شنو؟ ها؟ الا بتوجيه ممن هو صاحب هذا الكتاب. انتم الان لو محامي هذه قضيه للي يشتغلون في المحاملات في القانون يعرفونها جيد انت الان اعطي قضيه بيد اي محامي راجع المواد القانونيه يقول لا يوجد لها مخرج. ولكن اعطيها فد شخص متمرس في قضايا القانون يقول له صحيح فد مادة مباشرة اللي بها تخريج ما موجود ولكن هاي المادة اذا ضمت الى هذه المادة اذا ضمت الى هذه المادة بها شنو تخريج لهذه القضية فينبهه مو انه يقول شيئا لا يوجد في القانون يوجهه الى الموضع الذي يوجد فيه القانون إذا فت حاجة عندك من باب الأمثلة تضرب ولا تقاس إذا عندك حاجة التفتولي حاجة وضاعت في بيت مساحته خمسة آلاف متر أنت تروح مولانا إلى الغرفة ما تلقاها إلى الدواليب ما تلقاها إلى المطبخ ما تلقاها إلى إلى لكن صاحب البيت يقول لك رحت فلان مكان أنت فتشت يقول لا والله فلان نقطة أنا ما فتشتها يقول روح فتشها من فلان مكان تروح يقول إي والله وكانت موجودة أنا ما التفتت ممكن لو ما ممكن هذا بالي ممكن فاذا جعلوا الموافقة شرطا لا يلغي, لا يلغي دور الرواية بل يبقى للرواية دور وهو توجيه العالم المحقق ابحث بهذا الاتجاه لا بهذا الاتجاه وهذا هو دور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنا معتقد ان الدور الروايات الوارده عن النبي والائمه بالنسبه الى القران ليس هو بيان ما لا يوجد في القران لا 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 كل شيء نحتاج اليه موجود ماذا ها في القران ما هو دور النبي مو دور النبي بيان دور النبي لتبين للناس ما نزل اليهم تبيين ولذا نحن في منطق فهم القرآن قلنا هناك خلط في كلمات الاعلام بين البيان وبين ماذا؟ وبين التبيين اذا كان الشيء بيانا لا يحتاج الى واسطه اما اذا لم احتاج الى تبيين فهذا يحتاج الى ماذا؟ الى واسطه، الواسطه ماذا؟ الواسطه النبي والائمه التفتوا لي لا ليقولوا شيئا ليس في القران بل ليوجهوك الى ما هو موجود في القران. وهذه نقطه مركزيه التفتوا اليها اعزائي التبيين يعني يحتاج الى نكته يبينها حتى يربط هذه الايه بهذه الايه بهذه الايه بعباره اوضح اعزائي انا اتصور بانه اعزه واضح عندهم. الان لو تعطي انت وسائل الشيعه بيد انسان غير مجتهد يقرا هاي الروايه ويقرا هاي الروايه ويقرا هاي الروايه ويقرا هاي الروايه, ويقرأ هاي الرواية يستطيع ان يستخرج منها حكما شرعيا منسجم مع هاي المنظومه ولا يستطيع يستطيع ولا يستطيع غير المجتهد لا يستطيع اما اعطيها بيدي خبير كشيخ الانصاري شوف من هذه المنظومه المتعارضه يطلعش انه نتيجه لماذا لانه يقول القضيه مولانا هذا اللي انا دا اقوله موجود في الروايات ولكن بشرط ان تجمع هذه مع هذه مع هذه مع هذه يستخرج اذا اعزائي ما قاله سيدنا الشهيد اذا اشترطنا الموافقه لا يبقى دور للروايه الجواب يبقى كل الدور ماذا؟ للروايه لانه نحن لسنا بقادرين من غير توجيه النبي والائمه ان نستخرج كل ما نحتاجه من القران. وهذا هو دور النبي والأئمة دور النبي طبعا أعم كون في علمكم أعم من أن يكون في العقائد يكون في الأخلاق يكون في يكون في الفقه كله كله لا فرق لا فرق كله كله لماذا؟ لأن القرآن هو قال بأنه تبيان لكل شيء هو قال قال تبيان لكل شيء لا اقل تبيان لكل المعارف الدينيه اذا ما نتكلم عن معارف السماء والارض معارف الدينيه لابد موجوده في القران اعزائي هسه تقول لي سيدنا لعد مئات الالاف من الاحكام الفقهيه هم موجوده في القران هذا ان شاء الله من نبين معنى الموافقه سيتضح نعم موجوده احنا الى الان ذهننا من الموافقه لها معنى ولا بد ان نعطيها معنى دقيق نحن الى الان ما بينا معنى موافق للقران ومعنى مخالف ما معنى موافق للقران هذه معنى الموافقه لم نشر اليها سياتي بحثها في السؤال الثالث إذا أعزائي، هذا الذي ذكره سيدنا الشهيد قدس الله نفسه من أنه يلغو دور الرواية، لا الجواب لا يلغو دور الرواية ويبقى ويبقى للرواية دور ويبقى دور آخر أعزائي للرواية وهو أنه من الروايات ما يكون مخصصا، ما يكون مقيدا، ما يكون حاكما، ما يكون واردا، وهذا لا يدخل أساسا في باب ماذا؟ في باب المخالف هذا سياتي بحثه ان شاء الله